الفترة الأخيرة دي العالم كله مشدود الأعصاب ومتأفجح في قراراته. في البداية كان الذهب زاد وارتفع نتيجة الأحوال اللي أثرت على الاقتصاد العالمي في الدول كلها بسبب الفيروس بتاع كوفيد-19. ولكن الفترة اللي عدت من قريب ابتدى يتقال ان المصل خلاص اكتشف وابتدوا التطعيمات دي، يمكن نزلت الاسعار بكمية من الكميات اللي هو كان زادها، واصبح دلوقتي في حالة هبوط. يعني احتمال التراجع ما اعتقدش ان هو هيستمر اكتر من كده، لان الحالة الاقتصادية لم تتعافى. الانتظار اللي كانت الناس منتظرة في ان نتيجة التطعيم تكون لها مؤثر على انه يرجع الذهب للاسعار السابقة ابتدى يفقد الثقة، لان في ناس بترفض انها في الخارج. احنا الى وقتنا هذا هنا في مصر ما ابتديناش عملية التطعيم. احنا هنا في مصر بنتأثر بالبورصة العالمية، يزيد الذهب عالميا يزيد في مصر، ينقص عالميا ينقص في مصر. فاحنا ما احناش مؤثرين في البورصات العالمية، لان البورصات العالمية كلها بتعمل ككل بمنظومة واحدة، عند الزيادة يحصل الزيادة وعند النقص يحصل النقص. نرجع نقول تأثيره على السوق المصري. السوق المصري بيتعامل في الحلي او المشغولات الذهبية اللي مقصود بيها الناس بتاخدها للتزاين. مهما كانت كميات التداول في السلعة اللي هي معمولة مصبوغ، ما بتكونش زي كمية التداول اللي بتتم لحساب بنوك مركزية ودول وصناديق استثمار. كميات التانية دي كميات ضخمة وتعمل تأثير في البورصات العالمية. اللي عايز يشتري بيشتري، لأن سواء نزل أو طلع احنا بنشتغل على الزبون اللي بنسميه الزبون المضطر. مين هو الزبون المضطر؟ اللي عايز يجيب شبكة أو يتجوز، وبعدين هو ما عادوش دلوقتي بيقول هنجيب شبكة 100 جرام ولا 50 جرام ولا 20 جرام، هو بيجي يقول عايزين نجيب شبكة، أو بيتفقوا مع بعض قبل ما يجوا شبكة في حدود 10 20 15، وعلى قد الفلوس بيشتروا جرامات. فمش هي دي اللي هتأجل الجواز؟ لا، ما فيش تأثير، ولو إنه هو التأثير هيكون تأثير على الكميات المتداولة. يعني زمان كانت الكميات المتداولة كميات كبيرة، الشبكة من دول مينيمم 70 جرام 80 جرام 100 جرام، النهاردة الشبكة ما بتحصلش 3 جرام، بيجي ياخد لها دبلة 3 جرام، لو زاد شوية يبقى دبلة ومحبس يطلعوا لهم 5 جرام أو 6 جرام. زاد إن ربحية التاجر أو بياع المصوغات ربحية جرام مش ربحية نسبة مئوية من الثمن. يعني إحنا سواء الذهب علي ما يعودش علينا بفايدة، بل بالعكس لو نزل يعود علينا بفايدة، لأن هنبيع عدد جرامات أكتر، وبالتالي هنقدر نربح أكتر. يعني ربحيتنا تتناسب مع عدد الجرامات المتداولة. حركة البيع بعد التراجع مش مؤثرة ومؤثرة. زي ما بقول لحضرتك احنا بنشتغل على الزبون الاحتياج للحاجة، والنهاردة ما عادتش سلعة الذهب يتم تداولها كهدايا او هدايا عيد ميلاد او ناس بتتبادل او حد فايد منه بينزل يشتري لبيته لولاده للست بتاعته. لا، النهاردة ما بيخشش محل السايغ الا عشان يوم ما يجي يخطب.